خطة، فيراني العامل هناك ويرى أثر الدم على السيارة؟ مستحيل. ماذا أفعل؟ أنا أسألك ماذا تفعل؟ تعال. ماذا رأيت؟ هنا تشاهد الراعي سيارة الصادم من هنا إلى المدينة، لا منازل، لا مخبأ، لا مرآب، لا ساقية. والنتيجة؟ الراعي يقول إنه شاهد السيارة عندما كان عائدا بقطيعه، أي في حدود الساعة السادسة. ما معنى هذا؟ حسب تقرير الطبيب أصيب ولد في الحدود 5:15. هل يحتاج سائق المسرع إلى أكثر من نصف ساعة ليصل إلى هنا؟ نحن وصلنا في أقل من نصف ساعة ولم نكن مسرعين مثله. لماذا احتاج إلى كل هذا الوقت؟ هذا ما حاولت أن أعرفه اليوم. وعرف المنطقة. يقصدها الصيادون ابتداء من أواسط الصيف. أمانة مخطئ. الأوحال هنا تمنع الناس من الاقتراب إلا بعد منتصف الصيف. هناك سيارة توقفت هنا منذ فترة غير بعيدة. وكيف تؤكد أنها السيارة الصادمة؟ أنا لا أؤكد شيئا، أحاول أن أفهم. لماذا تأخرت السيارة البيضاء في الوصول إلى حيث شاهدها الراعي؟ وماذا يفعل الصادم هنا؟ يبحث عن ماء ليغسل أثر الدم ويتابع رحلته. حاولت أن أتصور نفسي مكانه، فما وجدت غير تلك المنطقة مكانا يبحث فيه عن الماء لينظف جانب السيارة. لكن السماء لم تمطر منذ أسبوعين، فكيف يجد ماء؟ يحاول. وبعد ذلك؟ لا شيء، لم يجد الماء هناك، فأين وجده؟ لا يمكن أن يتابع دربه وعلى جانب سيارته أثر للدم. ربما كان علي أن أبحث في كل نقطة هناك عن مكان يتجمع فيه الماء. لا، في هذا الوقت من السنة لا تجد ماء متجمعا، لا تجد غير مستنقعات موحلة. والسائق أما كان يعرف ذلك حتى ضيع وقته في البحث عن الماء؟ إن كان ما فهمته صحيحا فأنتما تتحدثان عن فرار السيارة التي صدمت سامر. نعم،
نحاول أن نعرف إذا كان السائق تمكن من رفع أثر الدم أو من تغطيته. إن عجز القاتل عن محو أثار جريمته لن يعجز عن طمسها بالأوحال. عبثا حاولت أن أجد شخصا واحدا يتذكر أنه شاهد سيارة موحلة كسيارتي. لا شيء. ترى هل أنا كثير الأحلام، مبالغ في تفاؤلي؟ لماذا اعتقدت أنه يكفي أن أعرف ما فعله القاتل لأهتدي إليه؟ سأغسل السيارة وأمر بمركز الشرطة لأرى إن كان عندهم جديد. لا تيأس يا سيدي. لا تخافي. أريد أن أغسل السيارة. حاضر. ما هذا يا سيد؟ هذا من بؤرة وحل سقطت فيها فجأة. أين جاءت بؤرة الوحل هذه؟ لا أعرف. كأن الوحل أغضبك، لماذا؟ عمري ما سمعت ببؤرة وحل تفاجئ السيارات في هذه المنطقة، وللمرة الثانية في أسبوع واحد أرى المنظر نفسه. منظر نفسه يا سيد، حين أراك واقفا هكذا كأني أرى السيد الآخر وهو يحاول إخفاء الجانب الأيسر من مقدمة سيارته. السيد الآخر يخفي جانبا من سيارته. لن يتأخر غسل السيارة أكثر من 10 دقائق. زميلي نشيط ويعمل بسرعة. أتعرف؟ لا أزال أفكر في كلامك عن الشخص الآخر الذي وقع في نفس بؤرة الوحل مثلي. لكنه كان أكثر منك غضبا. كان وحده؟ لا. لماذا تهتم به؟ لي صديق أخبرني أنه تعرض لحادثة كهذه فلا مصدق. أريد أن أعرف منك إن كنت رأيت صديقي أم شخصا آخر. هل سيارته بيضاء؟ بيضاء نعم. كبيرة؟ متوسطة. صديقك اسمه عاطف؟ عاطف المسكين كان صادقا. كذا لابد من تعرض لنفس الحادث حتى أصدق ذلك. أغضبه الأمر كثيرا، كأنه خجل مما حصل، فراح يغطي الجانب القذر من سيارته ولم يسمح لزميلي أن ينظف السيارة، بل أمسك بخرطوم الماء وراح يعمل بنفسه. أتعرف كم كانت الساعة وفي أي يوم؟ الساعة لا أذكر. اليوم، اليوم السبت. لا لا لا، كنت عند أختي بعد السبت. لو كان يوم السبت أو قبله لأخبرت أختي وزوجها عن تلك البؤرة. ربما الأحد. الأحد نعم. لا، الاثنين الماضي. الاثنين الماضي. الاثنين الماضي قبل الغروب. أخبرك كل شيء. وأنت كيف عرفت اسمه؟ الآنسة كانت تناديه، أسرع يا عاطف، تأخرنا يا عاطف. كان برفقة آنسة. عاطف هذا لا يمكن أن يصدق في كل شيء. آنسة جميلة، عصبية لكنها جميلة. أعطيني أوصافها. أنت تطرح أسئلة كثيرة يا سيدي. عاطف هذا يستحق درسا. أريد أن أفاجئه ولو مرة واحدة بأني أعرف عنهم كل شيء. كانت برفقته آنسة جميلة، تشبه المعلمة التي تدرس ابن أختي، حتى أني أظن أنها المعلمة نفسها. ابن أختك يتعلم هنا في القرية؟ لا لا لا، توجد مدارس في قريتنا، لكن المدينة قريبة جدا،
يوجد فيها مدرسة خيرية تديرها سيدة فاضلة اسمها السيدة سلمى، سيدة لطيفة جدا ومحبة. تصور يا سيد أن المعلمات يزرن الأولاد في البيت ليتعرفنا إلى أحوالهم ويقدمنا النصائح إلى الأهالي. وأنت شاهدت تلك الأنسة في بيت أختك؟ ابن أختي شقي يا سيد، والأنسة تزور بيت أختي باستمرار. وهي لا تعرفك؟ الأنسة التي كانت مع عاطف هذا لم أنتبه إليها في بدء الأمر، ولكن عندما راحت تحاول ألا تجعلني أراها انتبهت. كانت منزعجة، أظنها المعلمة، مع أني لم أشاهدها إلا مرة واحدة. مرة واحدة تكفي لأنها جميلة وأنا لا أنسى الجميلات. من حظ عاطف. ما اسم تلك المعلمة؟ أنت كثير الاهتمام بالأمر يا سيدي. لا لا لا، أنا أريد أن أعرف اسمها كي أفاجئ عاطف فقط. من أين لي أن أذكر اسمها؟ اسمع، ربما لو تمر غدا أكون قد سألت ابن أختي. أمر غدا؟ زميلي بدأ يجفف سيارتك. أتسمح لي أن أطرح عليك سؤالا أخيرا؟ تفضل. أريد أن أمتحن قوة ملاحظتك. لماذا؟ لأنك أعجبتني. قل لي، هل تعرف شيئا أو تذكر شيئا عن رقم لوحة سيارة عاطف؟ اللوحة؟ تريد رقم اللوحة؟ أريد أن أتأكد من دقة معلوماتك. يا سيد، فتاة جميلة وسيارتان تمتلئان وحلا في الجانب نفسي، هذه أمور تلفت نظري. أما رقم اللوحة فأنا لا أحفظ الأرقام بسهولة ولا أحاول. شكرا لك على كل شيء. كل هذا لي؟ أريد أن أدفع لك ثمن المفاجأة التي ساعدتني في إعدادها. عاطف هذا سيتعرض لصدمة حين أفاجئه بمعلوماتي. لن يعرف أنها مني. من أين له أن يعرف؟ خاصة بعد أن أذكر له اسم تلك الآنسة. سيفقد صوابه. خلية ثلاثة ثابتة كيف ما برمتيها. تالت يوم بعد الدورة الشهرية بأصابعك ثلاثة ضروري تفحصي ثلاث نقاط لتبقى صحتك ثابتة. إذا عمرك فوق الأربعين صورة الماموجرام ثابتة كل سنة خليها. لتستفسري وتعرفي أكتر دايما استشيري حكيمك. كيف ما برمتيها؟ دايماً استشيري حكيمك لتستفسري وتعرفي أكتر. خليها ثابتة كل سنة صورة الماموجرام إذا عمرك فوق الأربعين لتبقى صحتك ثابتة. ثلاث نقاط ضروري تفحصي بأصابعك الثلاثة. تالت يوم بعد الدورة الشهرية كيف ما برمتيها ثابتة الثلاثة خليها. أنت الحكيم والماموجرام ثلاثة بيخلوا صحتك ثابتة. حجزي موعدك للصورة الشعاعية اليوم. في شقف مني جواتها حواليكي ألف واحد عم بيسقف لك في جيب بنعنش القلب. ما بدك تعطيني إيدي ولا بدك تاخدها معك كمان؟ بدي اخدها بس مش بهاللحظة. كثير تعبت وانا قادرة اكفي هيك. مثل الاميرات اللي بيختاروا الحياة بيقدموا كثير تنازلات. بعرف انك حتى طول عمرك كنت حتى القصة صارت بين ايديك وانت كنت تحلم بعدلة. خمسة ونص يوميا ما عدا الاربعاء والاحد الساعة 8:30 المساء على شاشة تلفزيون لبنان. اسمه عاطف، وغدا أعرف اسم صديقته إن كانت هي فعلا الفتاة المطلوبة. على كل حال صرت أعرف شيئا عن الرجل الذي قتل ولدي، وكأن إرادة الحياة عندي تكبر الآن وتكبر بقدر إرادة انتزاع حياة عاطف.
أخيرا بدأت أرى في عينيك بعض المرح. الإنسان يتكيف يا أهيب حتى مع الموت والمصائب وأحيانا مع اليأس. الفرق الوحيد بيني وبينك يا أنور في التوقيت. أنا فقدت كل الذين أحبهم في عمر متقدم وأنت فقدتهم في عمر مبكر، ولا أعرف أي المصيبتين أكبر. أنا حرمت منهم باكرا، وأنا تركوا لي ذكريات أتأسف عليها. لا تصدق أن في الذكرى عزاء، بل مزيدا من الافتقاد. تفضلان القهوة أم الشاي؟ لا شيء، سأذهب إلى المقهى. أنا أيضا سأذهب معه إلى المقهى. سيدي اليوم أراك أحسن حالا، هل وفقت بجديد؟ لا، لن أكون أذكى من الشرطة. يبدو أن قضية ولدي تنتهي عند هذا الحد، فلتبدأ مرحلة جديدة من عمري. على الموعد تماما. نعم يا سيد. أنا زبون البارحة. نعم. تذكرت. ماذا تريد اليوم؟ أما وعدتني. يا سيد يا سيد، نحن هنا في محط نغسل السيارات ونزودها بالوقود، ليس عملنا تزويد الزبائن بمعلومات عن غيرهم من الزبائن. ما الذي تبدل؟ لا شيء، فكرت في الأمر مليا. ما حصل البارحة كان عملا غير شريف، حتى لو كان السيد الآخر صديقا لك. كل ما طلبته منك لا يتعدى المزاح والمداعبة. أردت فقط أن أزوره اليوم وأفاجئه بمعلوماتي. حاول أن تحصل على المعلومات من مكان آخر. أنت على حق، ما فعلناه البارحة كان أمرا غير شريف. والآنسة كانت لطيفة مع ابن أختي، فكيف أكشف اسمها دون مقابل؟ أنا لا أحب الأعمال غير الشريفة. وأنا مثلك. يبدو أنك فهمت ظروفي. طبعا، عذاب الضمير والشعور بسوء الأمانة، كل هذا يستوجب تعويضا. شكرا شكرا. ما اسم تلك الآنسة؟ اسمها لينا. أخبريني كل شيء. لن أصدق أن التبدل الذي أراه فيك من غير سبب. بصراحة ومن البداية، ما الذي غيرك؟ لا شيء. لينا. سيدة سلمى، أنا أشعر ببعض التعب. أي تعب يدوم كل هذه المدة؟ متى كنت قاسية هكذا مع التلامذة؟ متى كنت تصلين إلى المدرسة متأخرة وتتنزهين في الملعب حالمة وحزينة في الوقت نفسه؟ الإرهاق يا سيدة. لا يكفي الإرهاق لتنقلب أفضل معلمة عندنا من فضائلها الكثيرة إلى مساوئ نرفضها حتى عند الأولاد. بصراحة عندنا بعض المتاعب العائلية. لينا، كنت تشكين لي في الماضي كل شيء، عنك وعن أختك المسكينة وعن ابنها. ما الذي تبدل؟ هل حدث أمر خطير لا يجوز أن تطلعي أحدا عليه حتى أنا؟ لا، ما يحدث يحدث في قلبي. لم أعد أطيق ظروفنا العائلية، حتى زياراتي القليلة لبيت أختي صارت تؤلمني. حين أقتل عاطف لن يعرف أحد لماذا قتلته. لينا لن تعرف أني أنور والد سامر الذي شهدت مصرعه. سيكون اسمي المستعار هو اسمي الحقيقي أمامها وأمام عاطف. سيكون اسمي سليم زاهر كما هو في كتبي. لن يعرف أحد أني قتلت عاطف، لأن أحدا لن يعرف السبب الذي يجعلني أطلب موته. وأسمع، مسكينة أسمح،
كذبت عليها. قلت لها إني تخليت عن ملاحقة الرجل الذي قتل ولدي، يجب أن أكذب حتى لا تنفضح لعبتي. يوما ما سأجعلها تعرف كل شيء. أهلا وسهلا، تفضل. أرجو ألا تكون زيارتي في وقت غير مناسب. أبدا، الموضوع الذي سجلته عند السكرتيرة يهمنا كثيرا، ونحن الآن في قلب الموسم إن صح التعبير. الموسم؟ قبل العطلة الصيفية نحتاج إلى هذا النوع من الكتب والروايات، وأنت تعرف أستاذ سليم أن مكتبتنا تفتقر إلى أدب الأطفال، وما تكتبه أنت يسد فراغا عظيما. ده طموحي يا سيدتي. انتظرني، دعني أنادي الآن سلينة، فهي المسؤولة عن هذا النوع من النشاط. أعرف. تعرف؟ قبل أن أدخل طرحت بعض الأسئلة على تلامذة قابلتهم، يبدو أنهم يحبون تلك الآنسة كثيرا، وهي جديرة بمحبة الصغار. عفوا. جديرة بمحبة الصغار وصغيري أنا. أرسلت من يناديها. أرجو أن تتفهما على كل شيء. الآن سلينة مطلعة على هذه الأمور، أظنها قرأت مؤلفاتك. أتمنى أن تكون فعلت. هي تحب هذه الأشياء كثيرا. نعم. أهلا لينا. الأستاذ سليم زاهر، ربما تعرفينه أو تعرفين اسمه على الأقل، فهو أكثر المهتمين بروايات الأطفال إنتاجا على ما يبدو. هل قرأت له شيئا؟ تشرفنا. الشرف لي. نعم، قرأت جميع روايات الأستاذ سليم. الأستاذ سليم يقترح علينا بأن نتبنى رواياته وننصح لتلامذتنا بأن يقرؤوها، ما رأيك؟ ممكن. رواياتك يا أستاذ غنية جدا بالأخطاء التربوية، فيها جهل كامل لنفسيات الأطفال وحاجاتهم. لينا. عفوا، هذه صراحة علمية. لا، تابعي أرجوك. لكنها تبقى أفضل من غيرها نظرا إلى قلة هذه الأنواع الأدبية في لغتنا. من جهتي لا مانع عندي من إقبال تلامذتي على كتب الأستاذ سليم، هكذا نشترك أنا والتلامذة في نقد هذه الكتب. فتاة وقحة تبدو في حالة غضب دائمة، ورغم ذلك يقال إنها لطيفة. ترى هل صارت عصبية بعد الحادثة؟ يجب أن أتقرب منها وأعرف كل شيء. يجب أن توصلني إلى ذلك الرجل عاطف أينما كان، ثم أتصرف وحدي. سليم زاهر، ما أنذر الذين يعرفون أن هذا اسم المستعار وأن اسمي الحقيقي هو أنور؟ سأبقى سليم زاهر في عملية انتقامي لابن أنور. أنور، ألا تسمعني؟ أنور. نعم. للمرة الثانية أكلمك ولا تسمع. أين أفكارك؟ عفوا، ماذا كنت تقول؟ لا شيء. جماعة المقهى يسألون عنك. اعتذر منهم نيابة عني. عندما يزول عني الحزن سأعود إليهم كما في الماضي إن شاء الله. ومتى سيزول هذا الحزن؟ قريبا جدا. أنت ظالمة، أحببت روايات الأستاذ سليم وتمنيت أن أعود إلى عالم الطفولة حين قرأتها. لا أعرف إن كان هجومك على ذلك المسكين مرتبطا بما رأيناه فيك أخيرا من تحولات وعصبية. حين يصل الأستاذ سليم لينا سأترك لكما مجال الكلام، حاولي أن تكوني على الأقل أكثر تهذيبا حين تبدين له رأيك. ربما تسرعت البارحة. تفضل. أهلا وسهلا، يسرني أن أجد لديك هذه الدقة في المواعيد، لكني أعتذر لن أتمكن من الاشتراك معكما في الحديث. الآن سلينة تتفق معك على كل شيء. كوني مهذبة.
تحدثت مع المديرة طويلا حول رواياتك. نقطة واحدة شجعتنا على الموافقة. حاولت إقناعنا بجعل تلاميذنا يشترون كتبك معتمدا على مضمون هذه الكتب، مركزا على الناحية الأدبية والتربوية. الآخرون يزورون المدارس ويحاولون إقناع المسؤولين بشراء كتبهم عن طريق المساومات المالية. أعوذ بالله. أنت مختلف عن الآخرين، هذا ما جعلنا نحمل لك احتراما خاصا. جئت تغرينا بنوعية عملك وليس بالأسعار التشجيعية التي يحاول الآخرون إغراءنا بها. يهمني فقط أن تعجبكم رواياتي أو أن توجهوا إلي انتقادات مفيدة. السيدة سلمى أحبت رواياتك وكادت تقنعني بها. كادت؟ هل وفقت؟ تقريبا. هذا من دواعي سروري، ولو أنني كنت أفضل أن أقنعك شخصيا. تفضل. هنا؟ أين تريد؟ أنسة لينا، قد تعتبرين دعوتي وقحة أو فيها شيء من التسرع، هل يمكن أن نتناول الغداء معا؟ الغداء؟ من زمن بعيد وأنا أبحث عن شخص صريح أعرض له أفكاري وأستمع إلى آرائه. البارحة رأيت عندك جرأة نادرة. الواقع أنا بحاجة إليك يا نسالينا لصراحتك، فلا تخذلي حاجتي هذه. ألا يمكن أن نتحدث هنا؟ جو المدرسة هنا لن يترك لنا مجالا كافيا. أنا أعرف أنك تسكنين هنا مع صديقة لك، وأعرف أن لديك الوقت الكافي لتقبل دعوتي وتستمع إلي. تعرف كل هذا عني؟ حين سمعت أنك مسؤولة عن تقرير النشاطات الأدبية واختيار الكتب قررت أن أستعلم عنك كفاية، والآن إذ علمت أنك مفيدة لي على مستوى الصداقة والاستشارة صرت ألح على مزيد من المعرفة. أستاذ سليم، أنا لا أحب الحياة الاجتماعية ولا أتقبل دعوات من هذا النوع. كاذبة، أما كنت مع الآخر الذي قتل ولدي؟ أما كنت بجانبه تصرخين تأخرنا يا عاطف؟ أستاذ سليم، عفوا، كنت أنتظر قبولا ولو لدعوة واحدة. خطأ، هذا خطأ. الرجل لطيف ومهذب وأنت تعترفين بذلك. تريدين أن أتناول الغداء مع رجل أجهله هكذا من دون سبب؟ السبب واضح، أنت تحتاجين إلى صديق، إلى انقلاب في حياتك. لينا، إن كنت لا تزالين تنسبين إلي دور الأخت الكبرى عليك أن تصدقيني. رجل مثل الأستاذ سليم يقدر وحده على انتزاعك من وضعك الحالي. عمري ما قبلت دعوة كهذه. وعمرك ما احتجت إليها كما أنت الآن. ما شأن هذا الغريب عني بمصاعب العائلية؟ شأنه أنه يبعدك عن هذه المصاعب. الأستاذ سليم صاحب خيال واسع، يستطيع أن يشغل فتاة مثلك بروايات تنسيها همومها. يكفي أن أقرأ رواياته. هل أنت خائفة؟ منه؟ من نفسك. هل تخافين مما قد يعنيه لك رجل مثل أستاذ سليم؟ سيدة سلمى، تعرفين أني لا أحب هذه الأمور. لا أصدق. هذا الخوف وهذا التردد من الأستاذ سليم يوحياني بأنك. سيدة سلمى، أنت حرة. كل ما أتمناه لك أن تعودي كما كنت أيا كان السبيل. اطمئني، لن يكون الأستاذ سليم هذا. لن يكون إلا الأستاذ سليم هذا. أخيرا قبلت دعوتي. كدت أيأس من اكتساب عطفها، لكن إلحاحي عليها أوصلني أخيرا إلى غايتي. بقي أن توصلني بدورها إلى غريمي. لكنها لطيفة، ترى هل يجب أن أكرهها؟ هل هي مسؤولة عما حدث أم حاولت إيقاف رفيقها لتنجز ابني سامر؟ هل تأتي دائما إلى هنا؟ لا. لماذا اخترت هذا المطعم إذن؟ كان يمكن أن أختار أي مطعم وتطرحي علي نفس السؤال. أنا أطرح أسئلة كثيرة، ربما لأني أعيش مع الصغار، الصغار يكثرون من طرح الأسئلة.
أبي، ما هذا الأسود في البحر؟ هذا دواء. لماذا يضعون دواء في البحر؟ ليقتلوا الحشرات. والأسماك؟ الأسماك الأسماك كبيرة لا يؤثر فيها الدواء. والأسماك الصغيرة؟ الأسماك الصغيرة، الأسماك الصغيرة تذهب بعيدا عن الشاطئ، هناك لا يوجد دواء. وأولاد الأسماك الكبيرة قبل أن يكبروا ألا يؤذيهم الدواء؟ لا، الصغار لا يطرحون أسئلة، الصغار يحتجون، يعترضون على أمور غريبة لا تعجبهم، فيأتي اعتراضهم على شكل سؤال. أستاذ سليم، ما سر اهتمامك بالطفولة إلى هذا الحد؟ أنا الآن أطرح سؤالا لا أعترض ولا أحتج. أحب اهتمامك بالطفولة لكني لا أفهم أسبابه. طفولتي كانت معذبة. أنت تسأل لطفولتك؟ توفيت أمي وأنا بعد صغير. دعنا من الحزن، الطعام شهي. كانت تدعى مها. مها كان اسما غاريا حرمت من مناداته، حرمت من صاحبته قبل الأوان. أستاذ سليم، تناول طعام. خسرتها في حادث السيارة. هذا ما توقعته، ذكر السيارة أعادها إلى الحادثة، بقي أن ترشدني إلى الآخر. أنت على حق، الطعام الشهيم، ولسنا هنا لنتذكر مصائبنا، فقط أردت أن أجيبك عن سبب اهتمامي بالطفولة. وأنت لماذا تحبين الأطفال؟ أنا مربية، درست التربية. ولماذا التربية؟ لا أعرف، كان يجب أن أدرس شيئا فاخترت هذا الحقل، ربما لأنه إنساني. ألا تحبين أن تكون لك أسرة خاصة بك؟ أطفالك أنت بعدما أحببت أطفال الآخرين. يوم ما. وأنت؟ وأنا أيضا. هل تزوجت؟ لا. وأنت؟ أنا لا. هل يجوز أن أسألك كم عمرك؟ أنا في 24. هل يجوز أن أطرح السؤال نفسه عليك؟ أنا في 35. وما تزوجت بعد؟ شغلتني الكتابة. أما قررنا أن نتغدى معا لنبحث في رواياتك. هل صرنا حبيبين؟ هكذا نبدو للناس إن شاهدونا. لينا بدأت تجد في الرجل المناسب لها، وأنا لا أحب ما أفعله بها، ولكن هل من سبيل آخر؟
عم قوم فيها بأمريكا وفرنسا وبريطانيا، والاجتماعات اللي كانت عم بتصير أنه إجي لعند دولة الرئيس بري لحطه بأجواء هيدي الاجتماعات ولا خبروا بعض الأمور اللي هي إلى علاقة مرتبطة طبعاً بالوضع عنا بالجنوب وبوضع الانتخابات الرئاسية اللي تم مناقشتها خلال هيدي الزيارة. بس بداية بدي أقول على التطور الخطير اللي صار اليوم، وهو لأول مرة عم نشهد أنه كمان غارة للعدو الإسرائيلي على منطقة خارج حتى الجنوب، وهذا تطور خطير وما لازم الواحد هيك يقطعه بدون ما يحكي عنه أو يعترض عليه بشكل أساسي، لأنه هيدي الأمور إذا بتكفي هيك بتصير التطورات أخطر وأوسع، مع أنه نحن كل الشغل اللي كنا عم نعمله هو لإبعاد شبح الحرب، ولكن العدو الإسرائيلي ما عنده حدود باللي عم يعمله، خاصة أنه ما عم يقدر يفكر صح من وراء الأزمة اللي هو واقع فيها الداخلية السياسية والعسكرية. النقطة الثانية اللي حكينا فيها مع دولة الرئيس هي كمان ضرورة السعي لإعادة يعني الحركة بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه هو المخرج الأساس للأزمة السياسية اللي نحن هلأ واقعين فيها. وحكينا على الزيارة اللي صارت من قبل اللجنة الخماسية لعند دولة الرئيس وشو كانت نتائج المباحثات اللي صارت، وبنفس الوقت شو ممكن ينعمل لحتى نرجع نحرك موضوع العقد تشاور تفاهم سموهن اللي بدكن ياه، ولكن ما في حل إلا ما نمشي بهذا الاتجاه لنوصل على جلسات متتالية بالمجلس النيابي لانتخاب رئيس جمهورية، لأنه هيدي الشغل الأساس. وليش صارت أهم أكتر وأكتر؟ لأنه صرنا عم نشوف تمادي كتير كبير من قبل رئيس الحكومة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، والأخطر منه صلاحيات اللي بلش هلا يعتدي عليها هي صلاحيات بعض الوزراء. وليش عم قول بعض الوزراء؟ لأنه أكيد ما بيتصرف بنفس الطريقة مع كل الوزراء. أنا سبق وحكيت من المجلس النيابي وسألته أنه لو كان الوزير زعيتر هو وزير دفاع كنت بتتصرف معه بهذا الشكل؟ وأنا كنت عارف ليش عم بحكي، واليوم وصلنا لهذه المشكلة. هلأ بيقول رئيس الحكومة أنه هو ما بيسعى ليأخذ دور حدا مثل ما سمعنا اليوم، ونحن صدقنا هو ما بيسعى ليأخذ لدور حدا، بيبعث رسائل باتجاه المرجعيات الدينية ليقلن أنه أنا بوقف على خطركم ببعض الأمور، ولكن بيوقف على خطرهم ببعض الأمور الثانوية. أما الأمور السياسية الأساسية بالتعدي على صلاحيات